مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقتنا. إن شاء الله النهاردة نعمل مع بعض مهارات جديدة بناء على طلب حضراتكم، وهنبدأ بالبلويف. إن شاء الله البلويف وصفته جميلة وبسيطة وسهلة، ليه طريقتين. أنا النهاردة حبيت أعمل الطريقة الأسهل علشان ليه طريقة تانية بالنقع والتخليل في اللحم نفسه، يبقى أنا قدمت حاجة مختلفة. يبقى حضراتكم لما تعملوا سيرش تلاقوا الطريقتين، الطريقة اللي تناسب حضراتكم الأفضل والأسرع عليكم استخدموها. الحقيقة أنا الطريقة الأولى في التخليل، لأن أنا استخدمت قطع لحم فيها نسبة من الـ 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 يعني من الدهون كانت كويسة، فأنا نقعته وخللت قطع اللحم اللي كانت موجودة عندي وحطيت معها التوابل والورق اللورة وسبتها تاخد وقتها. دي كانت الطريقة اللي أنا استخدمتها في الأول، وبعدين بدأت أخده وأطحنه وأحط له بقى الجيلاتين بتاعه والحاجة الخاصة بيه. النهاردة هنعمله باللحمة المفرومة، طريقة سهلة وبسيطة، ويبقى ليه بعض المنكهات، وإن شاء الله برضو هنشوف شكله عامل إزاي. أنا عاملة اتنين في التلاجة ننزلهم ونشوفهم مع بعض. طبعا هي الفكرة إنه لحم طبيعي إحنا عاملينه في البيت، فإحنا ضامنينه بشكل جميل، في نسبة دهن يعني دهون كويسة، دهون مش ليا، عشان في ناس بيختلط عليها الأمر بين اللية وبين الدهون. الدهون دي اللي بتبقى يسموها إيه، بيقولوا عليها إيه، لبة دوش، اللي هي بياخدوها مع الحواوشي، دهون اللحم اللي بتبقى جوه مع الحيوان نفسه. اللية دي بتبقى بره في الخروف اللي بره في آخر مؤخرته خالص، دي اللية دي لما بتتسيح بتبقى يعني ايه زي السمن كده، ويبقى ليها ريحه قويه جدا. بيستخدموها بقى ايه في يعني بياخدوا يطعموا بيها حاجات معينه. في ناس غاويه موضوع اللية ده، بتحبه وتحب الطعم بيه شاورمات، تطعم بيه حاجات، او منديل بطن الخروف في ناس بتحب تحطه، او اللية دي تاخدها وتروح مسيحاها. وليها فوائد قد ما هي ليها يعني اضرار لو كترنا منها. فاحنا النهارده هنستخدم اللحمه المفرومه او اللحم اللي عندنا اللي هو فيه نسبه دهون عاديه خالص مش اللي. طيب نقول المقادير كده، وبعدين احنا هنتكلم مع بعض واحنا شغالين برضو عن التكنيك. هعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا. البلوبيف عندي لو هنستخدم كيلو من اللحمه المفرومه فيها حوالي 100 جرام دهن او 200 جرام لحد 200 جرام، الدنيا جميله جدا خالص. طيب عندي الخليط الاول، فيه كوبايه الا ربع ميه، كوبايه الا ربع خل، معلقه كبيره سماء، معلقتين ورق لورا، فصوص حبهان، ميه ولون طعام احمر، ده اختياري. اللي مش عايز يحط لون ويخليه بلونه الطبيعي مفيش مشكله خالص. انا عملته في الفيديو، لو حضراتكم عملتوا سيرش عليه هتلاقوه من غير اضافه الوان، ده بيبقى شكله. والنهارده احنا حاطين تقريبا تطعيمه لون تكاد لا تسكن، يمكن نقطه، فالنقطه دي هي يمكن اللي فرقت، وهوريكم دلوقتي حالا. طيب الخليط الثاني حطيت له معلقه كبيره سماء ولون الاحمر وفلفل اسود ومعلقه الجيلاتين وميه مغليه. ممكن نستخدم كمان الميه الساقعه او الميه المغليه، انا بس بحاول ايه اكسب وقت. الجيلاتين عموما انواع، في منه النباتي زي ما اتفقنا، وفي منه الحيواني. النباتي بيبقى شبه السكر الابيض كده شويه، وبيبقى خفيف يعني ما بيبقاش قوي قوي في يعني ايه، محتاج حاجه خفيفه تحطوها فيها دوب تدي كده تاتش. لكن الحيواني دايما بيكون اقوى شويه، بيبقى لونه كده لونه بني شويه او بيج، وبيبقى من جلود الحيوانات. لكن النباتي ده بيبقى ممكن من الاسماك، من الطحالب البحريه يعني. لكن النباتي ملوش ريحه ولا طعم، الحيواني ممكن تحسوا ليه شويه طعم وريحه كده خفيفه، لكن بيبقى قوي جدا. تمام. طب نعرفه ازاي اذا كان كويس ولا وحش؟ لو احنا دوبناه على ميه ساقعه، يعني دوبنا معلقه الجيلاتين دي بميه ساقعه، هو الطبيعي ان احنا ندوب في ميه سخنه، بس احنا دوبناه في ميه ساقعه وسبناه يدوب اولا، ثانيا نحطه في جنب تلاقوه قفش ومسك وبقى حته كتله زي بعض، ده كده جيلاتين مظبوط يعني نوعه كويس. عايز اقول لكم ان الجيلاتين النباتي ده بيبقى فيه نسبه عاليه من الكالسيوم اللي جاي من الطحالب ومن الاسماك، ويعني ليه اماكن معينه بيبقى مكتوب على فكره على الاكياس بتاعته. فهو برضو من الحاجات الجميله، مش كل حاجات الحيوان اقروها، اقروا عليه على علبه الجيلاتين او ان ده مكتوب عليه ايه اي نوع من الحيوانات، عشان في انواع انا عارفه ان في بعض الناس بتتخوف منها. الحيواني بقى بيبقى فيه نسبه بروتين بنسبه كبيره جدا، حوالي 99%، فما ينفعش نكسر منه كتير يعني. طيب تعالوا نقول بسم الله. بصوا بقى انا هبدا النهارده بوصفه بسيطه وسهله، فانا مش هعمل النقع اللي انا قلته لحضراتكم، فكره ان انا احط محلول واحط فيه كل التوابل بتاعتي دي واسيب اللحمه تتنقع فيه يومين او ثلاثه، بس خليني اخفف نسبه الميه هنا عشان احط شويه. بسم الله كده انا هاخد كده النسبه دي
ونفتح النار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سهل قوي باللحمه المفرومه. وهنلبس كده الجلافزات وهديله يعني هنكه المرق ده. حطيت بصلايه، حطيت ورق لورا، حطيت مثلا حبهان. وانا البصلايه دي هاخدها وانا بفرم مع الايه، مع البلوبيف. كل ده بيتضرب في الكبه وبحط معاه معلقه الجيلاتين. سهل وبسيط وجميل وبيتعمل في ثواني. وبعد كده مش هتبطلوا تعملوه في البيت زي ما عملنا اللانشون قبل كده، سواء اللانشون من غير لحمه او بفراخ او باللحمه. ان شاء الله البلوبيف، وببعته لمدام منال عشان هي قالت لي انا عايزه اشوف البلوبيف. فانا عندي هنا هحط ورقتين لورا، وهحط كام فص حبهان. انا عارفه حبيبتي، بس انا بحط تاني. وبعدين اللحمه دي هبدا اخدها كده، هحط عليها حاجات بسيطه قوي من الملح، الفلفل، رشه بسيطه من السماق، وعندي هقلبها كده مع بعض. وهنعمل عايزه اقول لكم ان في ناس مختلط عليها الامر في كلمه بلوبيف، فاكرينه انه اللحم الازرق على، لكن هو اسمه بول بيف، يعني بول اللي هي بي يو دبل ال، مش بلو مش ازرق. يقال عليه انه هو اللحم البقري او لحم الثور، يعني الثور اللي هو زوج البقره ده. هنعمل كده كور عشان اللحمه المفرومه ما ينفعش احطها كده زي ما هي، هعملها كور عشان تبقى متماسكه، اعرف امسكها وانشيلها تاني من المرق. بسم الله، حطه كده كده. بسم الله، دي لسه ما اضفلهاش حاجه احنا عشان في الاهلي بس، فاللون الاحمر هو الايه السائد عندنا. معانا استاذه مين؟ يا ريت الصوت بعد اذنك. معانا استاذه حنان، اهلا وسهلا من الاقصر، اهلا بيكوا اهل الاقصر، يا مرحب. كويسه الحمد لله حبيبتي، يا مرحب. عليك والله يا حبيبتي، ربنا يسعدك. تحيه لكل اهل الاقصر. ممكن اطلب منك طلب لو سمحتي؟ اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. اطلب منك رز معمر الحادق بس لو سمحتي. من عيني الاثنين، حاضر هنزلهولك حالا يا حبيبه قلبي. شرفتيني ونورتيني. تحيه لكل اهل الاقصر واسوان، حقيقه اكرم ناس واطيب ناس، ويعني الواحد بيروح عندكم بيحس كده احساس جميل، طبيعه خلابه وفي مناطق اللي احنا بنعتز بيها في مصر جدا. فيعني الحقيقه انتوا واجهه مشرفه لينا عموما على المستوى، نقول ايه، مستوى السياحه والناس اللي بتزورنا وبتحب تيجي الاقصر واسوان، وعلى المستوى الانساني كمان في الكرم وفي التعاملات وفي كل شيء. من فضلك يا ندى، عايزين ننزل الرز المعمر. ماشي حبايبي. معانا ام اسلام حبيبتي، صباح الفل والهنا. صباح الفل يا حبيبه قلبي. ازيك يا روح قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي واحساني والله يا عزيزي. وانتي اكتر والله يا حبيبه عمري. يبارك لك يا حبيبتي، دايما يا رب يحبب فيكي خلقه كمان وكمان يا رب. امين، وما يحرمنيش من سماع صوتك ولا ابدا. يا حبيبتي الاصناف الجميله اللي انت بتعمليها دي. لا ده انا عايزاكوا تشوفوا البلوبيف ده وتقولي رايك فيه ايه. لا هو واضح انه جميل بجد وعايزه اجربه. حبيبي وسهل والله، انا حبيت اعمله بطريقه سهله. انا اتعلمت منك برضو الاجبان. يا ربنا يبارك لك. الله يسعد قلبك يا روح. ربنا يخليك يا حبيبتي. شرف ليا والله. كل حاجه والله بتعمليها جميله. حبيبتي تسلمي لي والله، كلك ذوق يا حبيبتي. حبيبتي قلبي زي ما انت بتسعدينا كده دايما. حبيبتي امين يا رب، ويخليكوا ليا يا رب بصحة وعافية. وسلام لكل كرو البرنامج يا حبيبة قلبي. يوصل يا حبيبتي، شرفتينا يا حبيبتي ونورتينا. شكرا يا قلبي. تسلمي لي يا أم إسلام. اسمحوا لي بقى أشكر كمان أم جوزيف. أم جوزيف بعتت لي من الصعيد، أنا كنت أول مرة أشوف اللوبيا الخضراء.
اللوبيا الخضراء سبحان الله عامله زي الفاصوليا الخضراء بس مش بنفس التخانه، رفيعه ارفع طبعا. كان نفسي يعني الحق اعملها بس والله جات لي في وسط الاسبوع فما كانش في مجال ان انا يعني اكون مع حضراتكم، كانت هتصفر فكان لازم الحقها خضراء. ف يعني وانا ما بحبش احط الحاجه في الفريزر، عشان بس تقولوش حطيتهاش في الفريزر ليه وجيت عملتها، لا ما بحبش اكلها من الفريزر. ف رفيعه فتحت كده الحبات عامله لي فيديو جميل، لقيت حبة اللوبيا اللي بعين سودا اللي احنا بناكلها هنا مجففة أو بنشوفها بعين سودا هي خضرة في الأساس، فسبحان الله دي كانت بالنسبة لي حاجة جميلة، وده الموسم بتاعها وبتخلص بسرعة. صراحة رائعة رائعة، تسلم إيديها وعينيها وشكرا على تعبك حبيبتي، وشكرا ويسلم رجلين اللي جابها لي لحد عندي حقيقي والله مش هقول مين، بس هقول تسلم رجلي يا رب وعينيه. ناخد مدام سميرة حبيبتي، سلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، ازيك؟ يا روح قلبي ازي حضرتك يا مدام سميرة؟ الحمد لله يا حبيبتي وحساني صدقيني يا حبيبتي حضرتك اكتر والله. وعايزه اقول لك ان في سلام ليكي من كندا هولي ونيكول. حبيبه قلبي بصيهم لي كتير بجد. ميرسي يا حبيبتي. حبيبتي وحشوني. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي. على كل حاجه بتعمليها. تسلمي مدام سميرة. عايزه اقول لك البلو بيف ده انا كنت فعلا هطلبه منك. يا روحي الحمد لله ان احنا عملناه والله. وانا اكيد هعمله يعني بعد حبيبتي. ما تخلصي الحلقه. اكيد هيطلع جميل من ايديكي مدام سميرة. يا حبيبتي. ويا ريت تبعتي لي التطبيق بقى. حاضر. تسلمي يا حبيبتي. تسلم ايديكي مقدمه. وعايزه السويس رول من ايدك. من عينيا. نعمل حلقه خاصه بالسويس رول بس. ماشي يا حبيبتي. عشان خاطر عيونك. حاضر يا فندم. في حفظ الله يا فندم، مع الف سلامه، مع السلامه. بصوا بقى هتبدا تغلي. طبعا انا هاخد شويه بسيطه من البصل هنا، مش هاخد الطماطم. هاخد البصل، خليني اشيل اللي على الوش ده الخفيف ده عشان ايه ما بيبقاش حلو. ويا نودي اوعي تنسي اللي احنا اتفقنا عليه، الوصفه الجميله بتاعت اهل الاقصر. بصوا بقى هنعمل كالاتي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شيل بس كده اللي على الوش دول، يطلع المرق حلو هيطلع على طول. والله البلو بيف ده رائع، اعملوه بقى في البيت براحتكم، كلوا بقى بلو بيف بالبيض، اعملوا بيه سندوتشات للولاد. والله انا عملته من اسبوع كده وبقينا نقطع منه نعمل سندوتشات بس كده، مفيش يعني مش محتاج، لان هو كان طعمه حلو قوي يعني متطعم وفي نسبه توابل حلوه، فمش محتاج يعني الحقيقه ان الواحد ايه يعمل حاجه جنبه. بس في ناس غاويه بقى البلوبيف بالبيض، احنا النهارده برضو هنعمل بيه ساندوتش كده جميل، الناس اللي بتحب بقى الاجبان السايحه ندخل معانا البلوبيف الحلو اللي احنا عملناه ده. بصوا بقى كده خالص عشان تبقى مظبوطه كده، ويلا بينا. مش هتاخد وقت كتير اللحم، خلوا بالكم. وايه وهنبدا ننشلها من الايه من الشوربه دي. خلاص كده احنا ما بقيناش غير البسطرمه، بس البسطرمه بقى كانت عايزه الصيف، فيعني احنا ممكن نعملها ايه قبل رمضان بقى تبدا تبقى معانا ان شاء الله. اللي عشنا وكان لينا عمر يا رب، ان عشت وكان ليا عمر هعملها مع حضراتكم. عملتها مره قبل كده بكل تفاصيلها لان في ناس بتحبها، ودي تتقطع اربع وتتشال في الفريزر، كل ما تعوزوا منها تاخدوها، عرق تربيانكم يغنيكم طول السنه عن البسطرمه تشتروها من بره. وبرده من الوصفات المحببه عند ناس كتير جدا، ناس كتير جدا بتحبها. طيب هقفل بقى كده خلاص، انا تقريبا هحتاج بقى اللحمه دي اخدها هنا. بسم الله خلينا بقى ننشلها كده في بوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد معاها البصلايه، هي ما بتاخدش وقت على فكره، شايفين يعني هي ما بتاخدش وقت خالص، والكميه اللي تناسب حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاضافات دي ترجع لكم. نرفع بس دي من على النار وننزل مقادير الرز المعمر. ومعانا مدام منال حبيبتي، صباح الفل. الفل على اجمل كيف. حبيبه قلبي ما بتنساش خالص الطلبات اللي بنطلبها منها. لا ما اقدرش والله مدام منال، حاجه غاليه علينا. يا قلبي حبيبه عمر تسلم ايدك مقدمه. تسلم يا حبيبه قلبي. انا سامعاكي كنت بتقولي ان انت جربتيها وعجبت الولاد عندي. عجبتهم.
انا النهارده هنزل ان شاء الله اجيب لحمه مفرومه باذن الله. جربيها وقولي لي وحياتي يا مدام منال، بيهمني رايك. والله اجربها وهبعت لك كمان الطريقه. طيب ابعتي التطبيق. ايوه التطبيق كله، ولو معاكي خطوات صوريها لي وابعتيها لي، بحب قوي كده. خلاص يا حبيبتي. طب بقول لك اللون الاحمر هيطلع احمر قوي ازاي؟ لا مش هيطلع، احنا هنحط لون جل. هاتي الجل. اجيب جل؟ اه هو لون، بصي نقطه واحده بس، الجل ده يعيش معاكي يعني كتير. طب هنحط بابريكا؟ حطي بابريكا، ما تحطي اللي انت عايزاه براحتك، طعميها بالطعم اللي يريحك. طيب اعملي اللي انت عايزاه، انت اللي هتاكليه براحتك. ماشي يا حبيبتي. براحتك حبيبتي، تسلمي يا روح قلبي، تسلمي تسلمي وتعيشي. شكرا ليكي يا مدام منال. هاخد شويه بقى ملح وفلفل هناك كده. تعالي ننزل مقادير رز مع عمر يا حبايب قلبي. بسم الله. هاخد شويه سماق، اللي عايز يحط بابريكا يحط، اللي عايز يحط بهارات خفيفه. بصوا كده، كوبايتين رز، نص كيلو لحمه متقطعه مكعبات، وكوبايه قشطه دي مهمه، او وش اللبن، لتر ونص لبن، ومعلقه كبيره من الزبادي، وثلاث معالق كبار من السمنه، وعود قرفه، وملح وفلفل، وبهارات لحمه. والله هيطلع احلى طاجن معمر باذن الله زي العسل. اللحمه دي انا بشوحها الاول، اديتها تشويحه حلوه، خليتها تاخد التتبيله مع البهارات وعود القرفه، وتبدا تشرب في ميتها، وبدات اخدها مع الرز بقى. حطيت مع الرز الزبادي واللبن، واهم حاجه خلوا نسبه اللبن حلوه ومظبوطه، والقشطه والزبادي ده بيدي طراوه كده وطعم جميل. هي المعلقتين دول مش هيضروا، بس هيدوا طعم حلو. طيب انا هاخد كده شويه من اللون. حاضر يا حبايبي، نقطتين كده هنا، ونشوف اللون مع بعض كده واحنا شغالين. وهاجي اخد الجيلاتين في بوله كده واريها لحضراتكم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا بالكم ما تكتروش الجيلاتين. بصوا هي المعلقه دي على الكميه دي كويسه جدا. ليه بقى؟ عشان ما يبقاش بيشد، انا عايزاه يتقطع معاكم، يتقطع. بقيت اسكندرانيه بقول يتقطع. من كتر بحبهم بقيت اقول زيهم، يتقطع معاكم بسهوله، ما يبقاش ايه ناشف قوي. بصوا انا بدوبها كده الاول على البارد اهي اهي، شايفينها؟ شايفين ده الجيلاتين الحيواني، شايفين لونه حضراتكم؟ ده لونه اهو. اول بقى ما تعملوه في ميه ساقعه تلاقوه، بصوا بدا يمسك ازاي. ده كده جيلاتين نوعه كويس اهو. في منه علب بيتباع في السوبر ماركت، في منه عند العطار، في منه طبعا في مستحضرات الايه اللي احنا بنستخدمها، المستحضرات بتاعه الحلواني. تعالوا بقى نقفل كده الكبه وندي دي كده لفه، ولو انا احتجت معلقتين مرق ولا حاجه هحطهم. بسم الله. محتاجه انزل اللي في الجناب عشان البصل ده يتفرم معاها. بسم الله. خلاص انا مش هحتاج ايه احط لها مرق ولا حاجه، ولازم نخليه كده. هوريكم دلوقتي اللي احنا عاملينه ومجهزينه. يمكن نحب ندعم اللون حاجه بسيطه ولا كده حلو يا اولاد؟ ها نقطه بس عشان ده سائل. الجل بقى بتحطوا نقطتين خلاص، شكرا. بسم الله. هاخد بقى الجيلاتين. بصوا مسك ازاي اهو. خلاص هي معلقه واحده كفايه جدا على الخليط ده، وده زي بره وكانه ماده حافظه كمان. روح قلبي تسلم ايديكي يا عمري، تسلمي يا بنتي حبيبتي. بصوا كده، تعالوا بقى اخر بس لفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز بقى يضيف بصل باودر، توم باودر، بس يلا بينا. بسم الله. يلا بينا هناخد بقى هنا. بصوا انا مسحت مسحه زيت خلاص، بسيطه قوي. هنا اعملوا بقى قوالب زي دي، اعملوا مثلا قالب كبير زي بتاع الكيك، زي ما انا عملت مثلا انجلش كيك، زي ما حضراتكم عايزين. يدخل التلاجة بقى يسقع، هياخد له شويه وقت حلوين، 4 ساعات ولا حاجه، اقل حاجه.
هوريكم اللي احنا عاملينه وهنطلعه دلوقتي كمان عشان هنعمل منه وصفات حلوه. اهو لازم يدخل الثلاجه الجيلاتين ده يشد مع الايه. هوريكم بقى اللي احنا عملناه، هوريه لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا عاملين هنا اتنين، اخد كده ايه طرف السكينه. تسلم ايديكم. ده اللون الجل وده اللون السائل عشان ما دام منال تعرف الفرق. ده اللي لونه اكتر للطبيعي وده اللون الجل. هوريه برضو لحضرتك معلش عشان نبقى ايه عملنا كل الحاجات. بسم الله. ده اهو شايفين. ونعمل هنا كمان. بسم الله. يا دوب بس من الحروف كده اسلك. بسم الله. بسم الله اهو تمام. وهنقطع مع بعض نشوف برضو القوام. بسم الله. بصوا بقى طاري ازاي. هو ده مش بقى يبقى ناشف عشان احنا عملنا نسبة جيلاتين كبيرة. لا لازم يبقى طاري كده خلاص. احنا عارفين متعارف ان البولوبيف بيبقى فيه طراوة وبيبقى فيه يعني ايه طعم زي يعني طاري كده، ما يبقاش ماسك نفسه كأنه حتة حاجة ناشفة يعني. وادي البولوبيف. احنا بقى هنستخدم من الأمامير دول نعمل بينهم حاجات حلوة دلوقتي. وهندخل ده نغطيه وندخله التلاجة دلوقتي مع حضراتكم إن شاء الله. ياخد 4 ساعات ولا حاجة يتماسك. اعملوه بقى كل ما يبقى عندكم لحمة وحاجات حلوة اعملوا بيها الحاجات الجميلة دي للولاد، هيتبسطوا بيها قوي قوي الحقيقة. وتحشوا بيها فطاير، احشوا بيها اللي انتوا عايزينه. تسلمي يا عمري. ودلوقتي بقى هنستسمح حضراتكم نستعد لاستراحة. هنرجع بعد الاستراحة هنعمل وصفة لطيفة جدا للولاد، نشوف طب نقدر نعمل لهم البولوبيف ده في ايه، في حاجة كده بيحبوها. بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم.